جديد. مساء الخير في عناوين هذه النشرة. هذه أهداف إسرائيل. انظر هذه نشاهد من القذائف التي تم إرسالها إلى المستشفى. والشجاعية ترد بقتل 10 جنود. الليلة أطفال الشجاعية يبيتون في تراب غزة. بنمشي على لحم، والله العظيم بنمشي على لحم في الشوارع. فهيك إحنا مرعوبين لهالجيت. يوم الليلة ماشينا حافلين، ماشينا حافلين نتنياهو بالعربة المصفحة يتفقد جنوده. وفي الخاص علها تصل إلى أجمل المدن. تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل.